الحرب أصبحت جزءاً من يوميات هذه المدينة. الأحاديث لا تكف عن الحضور حتى وسط دمار هائل يغزوها. يبدو هذا المشهد اعتيادياً في مكان آخر، أما في تعز دلالته مختلفة، فهو يظهر الحياة المتمسكة بكل شيء فيها بالرغم من مظاهر الموت وثقوب الرصاص والقذائف التاركة أثرها بشكل مؤلم في معالمها. تبدو المدينة المنهكة مهجورة، لكن المفاجأة تكمن هنا. لم يغادرها الكثير من الناس، ما يزال هناك من ينشطون في المجالات الإنسانية والإغاثية، يبقي الجميع خدماتهم قيد التنفيذ، وإن كان الوضع لا يساعد كثيرا على ذلك. كل شيء يمكنه المساعدة على إبقاء الحياة في المدينة يبقى مفتوحا دون إغلاق، كهذا المستشفى. لأكثر من نصف قرن يعمل مستشفى اليمني السويدي دون توقف. القذائف والرصاص طالت كل شيء، لكن الخدمات فيها لم تتوقف، وما يزال هناك من يستفيد منها حتى اليوم، ولا يستثنى أحد. بعض المدارس المدمرة هي أيضا تحولت إلى مرافق صحية بديلة. يكسر العجز هنا ويتوقف بعيدا عن تعز، فكل شيء فيها يحكي صمودا من نوع آخر. وإن بدا الوضع متأرجحا بين الموت تارة والحياة تارة أخرى، يختار الجميع إلا البقاء أحياء رغم الحواجز الكثيرة المفروضة عليهم، فالحصار محاصر هنا. أما الموت المنتشر في جدران تعز وأرضها يبقى مهملا وإن حاول ترك الأثر فيها. تظهر هذه الصور لأولئك المشككين في استهداف ميليشيا الحوثي والمخلوع لكل ما يمكنه وهب الحياة في تعز، خاصة المستشفيات، كلمات أكبر من أن تحكي حتى. تناقضات كثيرة تظهر في تعز، أكبرها كيف أن الحياة تسكن الدمار في هذه المدينة.